بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد المندوب سامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأكادير، السيد رئيس مركز سوس ماسا للتنمية الثقافية، حضرات السيدات والسادة المنظمون والمؤطرون لهذه الندوة الفكرية، حضرات السيدات والسادة المتابعون والمتابعات لأنشطة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير، تحية طيبة. بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، ينظم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير بشراكة مع مركز سوس ماسا للتنمية الثقافية هذه الندوة الفكرية الموسومة بدور المجتمع المدني في حفظ وتثمين الذاكرة التاريخية والتراث الثقافي، وهي مناسبة للوقوف على الأدوار التي يمكن أن يقدمها الفاعل الجمعوي في مجال صيانة وتوثيق وتتمين وحفظ الذاكرة التاريخية والموروث الثقافي وإدماجه في قاطرة التنمية المستدامة. ويشارك معنا في تأطير أشغال هذه الندوة الفكرية الدكتور حسن بن حليمة، العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، رئيس مركز سوس ماسا للتنمية الثقافية، والدكتور خالد العيود الفاعل الجمعوي والأستاذ الباحث في مجال التراث الثقافي والهجرة والتنمية، والأستاذة هند الحسيني رئيسة جمعية بحير داليا بتارودانت، طالبة الباحثة بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر بأكادير. وحتى لا نطيل عليكم متتبعين الأفاضل، ارتأينا أن نقدم كل مساهمة علمية على حدة، ونستهل أشغال هذه الندوة بمداخلة الدكتور حسن بن حليمة على أن نقدم باقي المداخلات في مواعيد لاحقة، تجدون معطيات عنها في صفحتنا، صفحة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير ashkar.agadir.ma. وضيفنا الكريم هو عميد العمداء الدكتور حسن بن حليمة، عميد الجغرافيين المغاربة من مواليد مدينة مكناس، متخصص في الجغرافيا البشرية، شغل منصب أول عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير منذ كانت تابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش، وهو حاليا رئيس مركز سوس ماسا للتنمية الثقافية. تقلد عدة مهام تربوية وإدارية، حيث اشتغل أستاذاً محاضراً بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأستاذاً زائراً بالمعهد العالي للصحافة بالرباط وبالأكاديمية العسكرية بمكناس. ساهم في نشر مجموعة من الكتب والإصدارات والمقالات العلمية، كما له سلسلة من الأعمال والأبحاث التي في طريقها للنشر. جمعوي من العيار الثقيل، أعطى الشيء الكثير للشأن الثقافي والمدني بجهة سوس ماسا من خلال سهره على تخطيط وتنفيذ مجموعة من المشاريع الثقافية بالجهة. وقد عرفت كلية الآداب بأكادير في عهدي إشعاعا كبيرا، وهو اليوم حاضر معنا للحديث عن دور المجتمع المدني بجهة سوس ماسا في صيانة وتتمين الذاكرة والتراث الثقافي والتاريخي، فليتفضل. مشكورة. حسن حليمة، رئيس مركز سوس ماسا للتنمية الثقافية، باحث جامعي وعامل كلية الآداب والعلوم الإنساني بأكادير سابقا. أود في البداية أن أشكر جزيل الشكر فضاء الذاكرة التاريخية والمقاومة والتحرير على هذه الدعوة المجدية قصد للمشاركة في هذا اليوم الوطني للاحتفاء بالمجتمع المدني، ولكن هنا في موضوع الاهتمام بالذاكرة الوطنية وكذلك تثمينها والحفاظ عليها. فهذا الموضوع هو موضوع من أهمية المكان. لماذا؟ لأن تطور الشعوب والأمم
يقتضي دائما التوثيق لتاريخ هذه الأمم ولمحطات مفصلية بالنسبة لتطورها، خصوصا إذا اعتبرنا أن التاريخ هو واحد مصدر ديال الإنعاش ومصدر كذلك ديال شحن الذاكرة الوطنية بمختلف الأحداث التي تجعل ذلكم المواطن يتموقع في الزمان ولكن كذلك في المكان بالنسبة للأمم الأخرى، وهو كذلك له قيمته فيما يتعلق ب يعني تمثيل الكيان ديال المواطن، وأيضا جعله يقتنع ويؤمن ببلده كبلد مساهم في الحضارة الإنسانية وله دور في هذه الحضارة. من هنا تأتي أهمية الاحتفاء بالذاكرة وأهمية كذلك يعني خلق مجموعة من الفضاءات كالمتاحف مثلا أو مراكز التأويل التي تمكن المتلقي كان بالنسبة إلينا مغربيا تلميذ أو مواطن عادي أو كان سائحا أن نستدرجه بشكل ذكي من خلال الصور، من خلال الخرائط، من خلال الوثائق لكي يطلع على تاريخنا وعلى ذاكرتنا، وأيضا لكي تكون له صورة واضحة وليست ضبابية حول هذه الذاكرة. وبطبيعة الحال هذا التنزيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المعرفة، أي من خلال باحثنا أكثر، وهنا يعني طبعا المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا والجغرافيا وعلماء السياسة وإلى آخره. إذن هذا يفترض وراء الستار أن هناك طاقم له تكوين متين لكي يدلي بدلوه ولكي ينزل كل هذه الأحداث في طابق يعني سلس، ثم هناك ذلك المخرج يعني المختصين في مجال الفني وفي مجال العرض الذين يستطيعون أن يقدموا ذلك في حلة جيدة وأنيقة. فبالنسبة للمجتمع المدني الذي يشتغل في هذا الباب، أود أن أشير بأن جهة سوس ماسا هي نموذج للجهات التي تأوي عددا ضخما من جمعيات المجتمع المدني. هذا العدد حسب المعطيات الأخيرة يعني يبلغ تقريبا 20,000 جمعية، يمكن نقول لكم من بين أضخم عدد الجمعيات الفاعلة في قطاع التنمية. ولكن هذه الجمعيات في الأصل عندما نشأت في الثمانينات ثم ازدهرت في التسعينيات وبالخصوص بعد 2005 يعني بعد خلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رأينا أن هذا العدد قفز بشكل كبير، وكان هذه الجمعيات في معظمها في البدايات تشتغل في القطاع ديال التزويد على الأقل بالنسبة للجمعيات المشتغلة في البادية، تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء والمسالك الطرقية وغير ذلك. طبعا الحال هذه الجمعيات كذلك نجدها على صعيد المدن وقد تكون لها تمثيلية حتى على مستوى الأحياء. إذن هناك زخم كبير، ولكن العناية بالذاكرة والعناية بالتراث هذه مسألة لم تكن تهتم بها في البداية إلا الجمعيات العالمة، مثلا الجمعية المغربية للتاريخ وجمعيات أخرى كان عددها قليل. على صعيد الآن هذه الجمعيات النووية في المدن أو في القرى، سنرى أنها بعدما تحققت مجموعة من المرامي المتعلقة بتحسين
ظروف عيش الساكنة، أن هذه الجمعيات أصبحت تكتشف، ولكن كذلك ترى أن هناك جوانب نيرة في هذه المجالات، كانت حضارية أو قروية، وهي الإرث الحضاري والتاريخي الذي يبرز من خلال عدد من المعالم. فإذا رأسا نرى على أن بموازاة وزارة الثقافة، يعني الوزارة الوصية على الشأن الثقافي، أو هيئات أخرى لها اهتمام بهذا الشق للتراث، سنرى أنها أصبحت تهتم بعدد من المعالم الموجودة في جهتها أو الموجودة في يعني في قراها. ونحن نعرف أن هذا التراث هو قد يكون ماديا أو لا ماديا، وفيما يتعلق بالذاكرة هنا أيضا سنرى أن هناك اهتمام بأحداث كبرى عرفتها هذه المناطق. إذا أخذت مثلا غير الأطلس الصغير، سنرى أن هذه الجبال التي قد تبدو لنا اليوم أنها جبال ربما قاحلة فارغة بشريا، ولكن عرفت نشأة دول كبرى مثلها، مثل منطقة ديال باني. يعني هذه مناطق عرفت مثلا منطقة باني زهرت بها وعرفت يعني نشأة دولة مرابطية من خلال ظهور عبد الله بن ياسين الذي ينتمي إلى تمنارد، وهو الذي كان الأب الروحي لحركة المرابطين. ثم أيضا إذا انتقلنا إلى الأطلس الصغير، سنرى أن النادي بن تمرت الذي ازداد بمنطقة ديال في منطقة ديال الإنجليز قرب إغرام، هناك أيضا ذاكرة تاريخية لمكان سيكون أيضا له دور كبير في نشأة الدولة الموحدية التي كان لها إشعاع في شمال إفريقيا وكذلك في الأندلس وفي اتجاه الجنوب. نفس الظاهرة سنرها مثلا مع نشأة الدولة السعدية في منطقة باني من خلال الشيخ من شيوخ منطقة باني القاوي، الذي كان من الفقهاء وكذلك من الأعيان والوجهاء، الذي سند نشأة هذه الدولة السعدية. إذن هذه الذاكرة التاريخية سنرى أن اليوم في هذه المناطق هناك اهتمام بالجمعيات ببعض معالمها الأثرية، إما في شكل يعني آثار، أو في شكل كذلك مخلفات إلى آخره. ثم لا ننسى أن دائما في هذه الذاكرة هناك أشياء ترجع إلى ما قبل التاريخ، لما كان نأخذ الرسوم أو النقوش الصخرية في منطقة طرطا في إقليم طرطا. هذا كذلك جانب الآن تهتم به الكثير من الجمعيات، وقد كان لها دور في إثارة انتباه للسلطات السلطات الرسمية من أجل العناية بها. نفس الشيء سنلحظه بالنسبة لبعض المعالم الكبرى التي أتت الذاكرة وأتت المكان هنا في سوس ماسة، وهي المخازن الجماعية الحصينة يعني لإجدال، حيث أن جهتنا تأوي أكثر من 300 مخزن جماعي، وهذه المخازن كان لها دور كبير من ناحية المؤسساتية، من ناحية الخزن الأقوات المواطنين، خزن الأمتعة ديالهم في تلك الدواوير من أجل صيانتها تلافيا، إما لسنوات القحط أو تلافيا أحيانا لانعدام الأمن وهجومات أو غارات قد تكون يعني صادرة من جهات أخرى. لهذا فكل هذا يعطينا أهمية الاهتمام بهذه الجانب، والمجتمع المدني ساهم
بقسم وافر في السنوات الأخيرة في الاهتمام بهذه الظواهر على أساس أن لها قيمة على المستوى الترابي، لا كذلك قيمة على المستوى الإنساني بصفة عامة، ولكن كذلك لها قيمة على المستوى التنموي لأنها تدعم ذاكرة المكان، وفي ذات الوقت قد تكون مصدرا فيما يتعلق بالسياحة الثقافية، بالسياحة كذلك الإيكولوجية، قد تكون مصدرا لتنويع الدخل لدى المزارعين. وهذا طبعا مشهد مظهر من مظاهر دمج التراث في الاقتصاد، وقد يصبح أن ذاك التراث مدرا للدخل بالنسبة للأسر القروية، قد يكون مدرا للدخل على صعيد المدن. فبالنسبة لجمعيتنا، ما هو دورنا في كل هذا؟ ففي الواقع عندما نشأت جمعيتنا في سنة 2010 كان كجمعية يعني نزلت في إطار استراتيجية للجهة من ناحية التنمية الثقافية لجهة سوس ماسة. هذا الهدف من هذا التنزيل هو العناية بكل ما هو ثقافي وكل ما هو تراثي، على أساس أن الثقافة والتراث يشكلان ثروة مادية ولا مادية مهمة بجانب الثروات الأخرى التي هي الفلاحة والصيد البحري وكذلك السياحة. ولكن الأهم في كل هذا هو أن الثقافة هي قطاع عرضاني يتقاطع مع كل القطاعات الأخرى. ثم ثانيا الثقافة هي تبرز مدى إنسانيتنا، وكذلك تبرز مدى تجذرنا التاريخي وكذلك التجذر الحضري، وهي التي تميزنا داخل الوطن، ولو أن هناك أشياء أخرى نتقاسمها مع جهات أخرى، ولكن لكل جهة لها خصوصيات ثقافية وكذلك خصوصيات اجتماعية وخصوصيات اقتصادية. فلهذا فالثقافة هنا يصبح واحد الكنز من الكنوز التي وجب توثيقها وكذلك الحفاظ عليها لذاتها، ولكن أيضا من أجل تضيفها كما نقول اليوم، تضيفها في السوق، يعني في الاقتصاد، ستصبح مدرة للدخل وتساهم في إنعاش اقتصاديات هذه الفضاءات، كانت قروية أو كانت حضارية. فجمعيتنا طلعت بهذا الدور على أساس الاهتمام بالتراث والاهتمام كذلك بكل ما هو أشكال من الإبداع المعاصر، يعني في السينما والمسرح والموسيقى وكذلك ما يتعلق بالتصوير إلى آخره. وبما أن الموضوع عند هذا الاحتفاء هو الحفاظ على الذاكرة والحفاظ عليها وكذلك تثمينها وجعلها يعني مصدر انتعاش أيضا اقتصادي، فجمعيتنا حرصت من خلال عدد من المبادرات على العناية بهذا الجانب، بمعنى أننا نظمنا مع شركاء آخرين أيام دراسية حول الصخور الصخرية، الصخور حول النقوش الصخرية. نظمنا كذلك ندوات حول كذلك التراث في جهة سوس ماسة، وقد نظمنا بمدينة طاطا. طبعا هنا تعرضنا للقصور وتعرضنا لكل أشكال التراث المادي وغير المادي. ثم كذلك اهتممنا ببعض الجوانب الأخرى في هذا التراث، منها مثلا ندوة حول ماسة، ونحن نعرف أن ماسة تشكل أولى الرباطات وأولى المساجد في المملكة عند انفتاح المغرب على الإسلام. ثم نظمنا كذلك ندوة حول منطقة الدرقة، حيث توجد قبور السعديين في أجلقان.
كذلك اهتمامنا بجوانب أخرى تراثية مهمة كفترة يعني تحويل خزانة الملكية السعدية من ميناء أكادير إلى إسبانيا، وهذا تراث علمي مهم جدا كان في الملك السلطان أحمد المنصور الذهبي وورثه ولده ابن زيدان. وهذه الباخرة التي نقلت هذه الكتب تم سرقتها وتحويلها من مرسى أكادير، ورست في الأخير في متحف الإسكوريال في ضواحي مدريد. هذا كذلك جانب مهم لفتنا إليه انتباه، طبعا فيه دراسات في هذا الموضوع، ولكن حاولنا أن ننظم تظاهرة حول هذا الموضوع. هذا إضافة إلى اهتمامنا مثلا أيضا بمعامل السكر، ونحن نعرف أن منطقة سوس في القرن 15 و16 كانت من المناطق التي ازدهرت بهذه الزراعة، والتي شكلت فعلا نشاطا حيويا مهما كانت منتجاته تصدر إلى عدد من البلدان ومنها دول بأوروبا. فأيضا هنا أيضا أقمنا بمدينة تيوت بعمل في هذا الموضوع، واقترحنا أن تنشأ هناك يعني متحف خاص بالتراث السكري هنا في سوس. إذن هذه كلها كما قلت جوانب تغطي الذاكرة التاريخية من فترة ما قبل التاريخ إلى القرون الموالية. فإذن كاين هذا الاهتمام المتواصل جانب الذاكرة، ولكن كذلك كل يعني مشاهد والمظاهر المادية المترتبة عن هذه الذاكرة في شكل آثار وغيرها. إذن لأقول في الأخير بأن هذا الاحتفاء بالمجتمع المدني في اليوم الوطني المجتمع المدني هو احتفاء بواحد تميز مغربي، وكذلك بتميز على مستوى جهاز سوس ماسا، حيث أن المجتمع يفرز بموازاة مؤسسات رسمية والمؤسسات الخاصة، يفرز تنظيمات لها هاجس تنموي، لها كذلك اهتمام ترابي لأنه تشتغل في القرب وتشتغل في مدى زمني معين وفي مواقع لها دراية بها بخصوصيتها. فهذا العمل للجمعيات هو يصب في صلب التنمية، وهو يعكس تلك المقاربة التشاركية التي ما فتئ المغرب يعمل بها، وهي سر نجاح كثير من الأوراش. يعني عندما تكون هناك واحد النوع من الالتقائية ما بين السلطات العمومية، بين القطاع الخاص، بين كذلك الجامعة، وحضور ممثلي السكان، لا أعني هنا ممثلي السكان، طبعا الجماعات بطبيعة الحال في الجماعات الترابية، إشراك الجمعيات كهيئات مدنية، هذا كله يعني يخلق شروط النجاح لكل مختلف مشاريع التنمية الترابية المندمجة والشمولية والمستدامة. لهذا فلا بد من التنويه بهذا الاحتفاء والتنويه بالدور الذي تقوم به هذه الجمعيات، وهو كما قلت هو دور إيجابي، وأيضا يبرز مدى اهتمام السكان بمحيطهم كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو بيئيا. فهذه الالتقائية هي
مهمه جدا، والمؤمل دائما بالنسبه لجهتنا جهه سوس ماسا في هذه المسيره التي نخوضها. المؤمل دائما ان يكون هذا المجتمع المدني يشكل نموذجا يقتدى به، وفعلا فالكثير يشيد بالسبق ويشيد كذلك بهذه التقاليد العريقه في هذه الجهه، والتي ساهمت دائما في الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعيه، ولكن كذلك الحفاظ على قيم التضامن والتعايش وقيم التآزر وقيم العمل الجماعي. وما أحوجنا في هذه الظروف التي تتميز بتغيرات المناخية، التي تتميز كذلك بالصعوبات التي عانى العالم كله في ظل جائحة كورونا، ثم كذلك في ظروف نرى أن هناك ضغوط على الموارد كيفما كانت، لابد أن نتلمس طريقنا بالاقتباس وبالأخذ مما شكل قوة للسكنة في الماضي، وهي هذا التضامن المجتمعي وكذلك الحفاظ على الثروات، ولكن في ظل أخذ بمصالح كل مكونات المجتمع، والأخذ كذلك بالمصلحة مصلحة البلاد في إطار من التكامل، وفي إطار كذلك من التآزر. وشكرا لكم.